تعالوا بقى نعرف حضراتكم على النهارده ان شاء الله فقراتنا هتكون عامله ازاي. طبعا كالعاده الجزء الاول من حلقتنا بنتكلم فيه في حاجات كتير قوي زي ما انتم عارفين تخص النادي الاهلي برياضاته المختلفه وانشطته المختلفه، صحافه تلفزيونيه، تغطياتنا طبعا لكل اللي بيحصل فيه كل فروع النادي الاهلي المختلفه. ده كالعاده في الجزء الاول. الجزء الثاني هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون مع مجموعه من ابطال النادي الاهلي في كأس الفراعنه الدوليه للجمباز، دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هينورنا من خلالها الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي اللي اكيد هنتكلم معاه وباستفاضه وهنفتح معاه كتير جدا من الملفات المتعلقه بالدوريات الاوروبيه المختلفه. وبرده كالعاده اكيد هنعمل ستريس شويه على الدوري الانجليزي بحكم ان احنا يعني الدوري ده اصبح يخصنا بحكم ان فيه يعني نجوم مصريين متلألئين في سماء الدوري الانجليزي. تعالوا بقى نبتدي بالأهلي، ودايما الحقيقة الأهلي هو منبع الفرحة ومنبع البهجة ومنبع الفخر، ودايما إن شاء الله وربنا ما يقطع علينا عادة يا رب دايما هتلاقونا كده بنطل على حضراتكم كل يوم والتاني ونقول مبروك لكل الأهلاوية لسبب ما، جوائز، بطولات، أرقام قياسية إلى آخره، هو ده النادي الأهلي. عايز اقول لكم ان امبارح كابتن محمود الخطيب تسلم جائزه محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي الخاصه بالنادي الاهلي كافضل مؤسسه رياضيه عربيه عن عام 2021 في حفل ضخم اقيم في دوله الامارات العربيه الشقيقه، طبعا بحضور العديد من الشخصيات الرياضيه العربيه والدوليه والابطال والمبدعين العرب اللي حققوا انجازات في الدورتين الاولمبيه والبارالمبيه في طوكيو، ده بالاضافه الى اصحاب الانجازات الوطنيه والعربيه في المجالات المختلفة. وجاء فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي التمويل الذاتي، وده باعتبارها مبادرة متميزة جدا من حيث إن هي كانت بتجمع يعني لعدة جوانب من الابتكار وأيضا التفكير المستقبلي والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي. وكانت المبادرة دي الحقيقة برضو من الأسباب الرئيسية والداعمة بقوة للمؤسسة الرياضية في التعامل أولا مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس مستفادة وممتازة في العمل المؤسسي. كمان عايزين نقول لكم ان عوائد هذه المبادرة المالية والبشرية يعني المعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة ان شاء الله، فضلا عن ان هي بطبيعة الحال لازم هتساهم وبشكل قوي جدا في التفوق الرياضي للمؤسسة وفوز النادي الاهلي بالعديد من البطولات المحلية وايضا القارية. على كل الاحوال تعالوا نتابع مع بعض جزء من احتفالية الامس ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. كابتن محمود الف مبروك الفوز، وبجد فخر لينا كلنا كاهلاويه فوز النادي الاهلي بهذه الجائزه، وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوه وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني اذا كان الجائزه والتكريم دوت النادي الاهلي يعني بيسعى دايما انه يكون في المقدمه في كل الامور. النادي الاهلي بجماهيره اعضائه وكل مسؤوليه يستحقوا دايما ان هم يكونوا انه كلهم يعني في المصاف الاول، انه كلهم بيشتغلوا او بيحاولوا يشتغلوا بالشكل اللي يعني يخلي الامل دايما موجود في انك تكون نمره واحد يعني. لكن ده بيدي مسؤوليه كبيره جدا على النادي الاهلي وعلينا جميعا ان احنا ازاي نحافظ على ده وازاي بقدر الامكان نوصل باذن الله ان احنا نبقى دايما على منصات التتويج في كل الـ يعني المحافل مش بس الرياضيه، حتى يعني النهارده المؤسسه الرياضيه الاولى مش بس رياضه يعني. فالحمد لله رب العالمين، شكرا. عن حب الناس يمكن جنسيات مش مصريين بس، ده انا شايف ناس اماراتيين وقطريين بيتسابوا على يعني، في حد بيقول لنا احنا كابتن معاكم في مصر احنا لسه نفسنا نشوفه فعايزين كلهم يتصوروا مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، دي نعمه من ربنا وربنا يحفظها من الزوال ان شاء الله. معايا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي النادي الاهلي، الف مبروك يا دكتور. يعني انت اقدر واحد تكلمنا عن الجائزه، انك انت اللي اشتغلت على الملف وتقدمت بملف تفوق على 53 ملف اخر في نفس فئه الجائزه وهي فئه المؤسسه الرياضيه. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. في الحقيقة هذه الجائزة الكبيرة اللي في الحقيقة النهاردة الحفل بيعكس مكانة وقيمة الجائزة بحضور صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، وأيضا التقدير الكبير للنادي الأهلي في هذا الحفل اللي تبين أيضا في أن الاختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
في الحقيقة لإلقاء كلمة المكرمين، وده بيعكس قد إيه قيمة ومكانة النادي الأهلي في العالم العربي، وليس فقط العالم العربي ولكن أيضا في العالم. الحاجة الثانية، يمكن حضراتكم شفتوا موقع كابتن محمود في الحفل وجلوسه بجوار أيضا سمو الشيخ حمدان ولي العهد أيضا، ده يعكس مكانة وتقدير كابتن محمود كممثل ورئيس للنادي الأهلي وممثل أيضا للدولة المصرية في هذا الحفل، وتقدير ليس فقط للنادي الأهلي وإنما أيضا للدولة المصرية. أيضا الصورة الجماعية اللي كانت موجودة لكل المكرمين من كل دول العالم اللي كان فيها الاتحاد الدولي لكرة اليد، اللي احنا بنشرف ان رئيسه ايضا الاستاذ دكتور حسن مصطفى وهو مصري ايضا، احنا كلنا بنفتخر به، وتسلمها نائب رئيس الاتحاد كرة اليد. ايضا وقوف الكابتن محمود الخطيب ما بين سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ منصور بيعكس القيمه ايضا الكبيره للنادي الاهلي في الحقيقه، جايزه كلنا فخورين بيها. كان في فريق عمل في الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب ومعاه مجموعه عمل، كلنا في الحقيقه بنتوجه لهم بالشكر الجزيل على مجهودهم في اعداد هذا الملف المشرف اللي في الحقيقه نال تقدير ايضا مجلس امناء الجائزه وتقدير الجائزه ورئيس الجائزه في الحقيقه. فكل التهاني القلبيه لمجلس اداره النادي الاهلي، كل التهاني القلبيه لجماهير النادي الاهلي، كل التهاني القلبيه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، والتقدير الكبير لجمهوريه مصر العربيه بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كان ابناء مصر النهارده موجودين ومشرفين، منهم ايه مدني، منهم مجموعه. في الحقيقه مصر كبيره، وكبيره بقيادتها، وكبيره بانديتها، وعلى راسها النادي الاهلي الكبير. الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا جدا، لان النادي الاهلي النهارده ما بقاش هو الفرع المقر الرئيسي اللي موجود في الجزيرة، هو عنده فرع في زايد، عنده فرع في مدينة نصر، عنده الفرع الجديد إن شاء الله في التجمع، وبالتالي الطموحات الرياضية يجب أن يصاحبها طموحات اقتصادية كبيرة حتى يحصل التوأمة ما بين الإنجازات الرياضية التي تتطلب مصادر تمويل متعددة وكبيرة، وهي التي تصنع وتضع النادي الأهلي دائما في الريادة والمقدمة. فمن حق جمهور النادي الأهلي أن يكون لديه الطموح الكبير الذي لا ينتهي أبدا، وأيضا من حق مجلس إدارة النادي الأهلي أن يلبي ويستجيب لهذه الطموحات الكبيرة. الحمد لله، أنا بشكر حضرتك، وزي ما كابتن محمود الخطيب قال الجايزة تدل على اسمها يعني، فهي حاجة فخمة جدا، والحمد لله أنا مبسوطة أن احنا أساسا بنمثل مصر. وبعد ما تعبت كلاعبة وبطلة عالم، أن أنا أرجع تاني في المجال الإداري وأفوز بالوسام الاستحقاق وجايزة محمد بن راشد المكتوب، دي حاجة كبيرة قوي ليا. كنت فخورة جدا أن اللي كان ممثل عن كل الفائزين بالجايزة كان كابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الأهلي، فأنا كنت قاعدة فخورة بنفسي يعني، الحمد لله. النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي. عشان لما نبقى بنقول لحضراتكم ان النادي الاهلي الحقيقه دايما مصدر فخر لعشاقه ولجماهيره في كل مكان وزمان، الجمله دي ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال ولا حتى فيها شبهه مجامله، ده اقرار للواقع. انا عايز اقول لكم انا ونهاوندم ان مثلا قولوا سنه ونص يمكن اقل شويه من سنتين، وخلال هذه الفتره انا مش قادر اعدلكم عدد المرات، هنقول اضعف الايمان عشرات المرات اللي دايما بنستهل بيها حلقات البرنامج بجمله مليون مبروك للاهلاويه، ايا كان بقى مبروك على ايه، بس في حاجه نبارك عليها، في حاجه نهني بموجبها كل الناس في كل مكان، وطبعا كان اخرهم هذه الجائزه القيمه التي تسلمها كابتن محمود الخطيب بالامس. والحقيقه دايما النادي الاهلي دايما كده مقترن بالشياكه، يعني هو نادي شيك في كل تفاصيل وفي كل أمور، ودايما مقترن بحالة ملحوظة من الرقي الحقيقة، وكمان التقدير النادي الأهلي مقدر جدا، وهذا التقدير بالمناسبة هو كمان ما فيهوش أي شبهة مجاملة بأي حال من الأحوال، ده إقرار للواقع، يعني هو تقدير عن جدارة وعن استحقاق. مبروك للكابتن محمود الخطيب الرئيس المحترم للنادي المحترم، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك لكل أعضاء الجمعية العمومية، مبروك لكل أعضاء النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي، محبي النادي الأهلي في كل مكان.